مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تنقلت جمعية راديوز إلى قرية رأس الحانوت ببلدية فروحة ولاية معسكر لتكريم المواطن الذي تم رشقه في مدرجات ملعب وهران، وتم تقديم له قارورة ماء زمزم وقميص الخضر. جمعية الرادياز وفية لتقاليدها التضامنية متواجدين في دوار رأس الحانوت ببلدية فرحة ولاية معسكر عند أخونا المناضل المواطن النزيه والوطني بامتياز خونا بوعمامة المدعو غربي مصطفى اللي تعرض في ملعب مركب هاتفي ميلود يعني لاعتداء من طرف يعني شاب ما يمثلش الجزائريين. هذه القرعه احنا اللي جابتنا وضرتنا، يا هل ترى اسكو كان عندك ضمير من قيسته بهذه القرعه وكون صبته في العين شكو دير له، وزدت يعني خلقت له جو من التشاؤم هنا في المنزل. يعني جينا اليوم من باب التضامن والحمد لله خوته هنا والدفع العائلي استقبلونا احسن استقبال، وحنا يعني هذه القرعه يعني عيب. شوشه جبنا له اليوم بلاصه القرعه، جبنا لك زمزم واحد من مكان مقرر، ماء زمزم جبناه لك يعني ردا على هذاك الشاب الطائش اللي يعني ما رحمش السن تاعه، ما من المجموعه اللي كانت معاه يعني كانوا نورمالمو يتضامنوا معاه. ومسكين عمي بوعمامه شجا جا مسكين الملعب جاي يفرج سيلي دم نيته مليحه، مسكين نيته مليحه، انسان طيب وطني يعني عرفناه في الحمله الانتخابيه كمواطن صالح وطني. تا واحد ما عنده يفرض راي واحد، السيد قال لازم الجزائر يروحوا الانتخابات وهذا انتخاب واجب وطني، اختار المترشح عبد المجيد تبون، تا واحد ما يسالها انت ولا غيرك ما تسالهش. دروك حنا اليوم سي بن شيحه وجينا انا عند العائله باش نتضامنوا معاه ونقول له بلي رانا معاك، والحمد لله الجزائريين كشفت تضامنوا معاك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وربي يحفظك ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يحفظك. ودموعك غالية علينا إن شاء الله، دموعك كما قال لك بن شيحه دموعك هي فرحة الجزائريين. راني في هضار نسال مني الدم وعيني راه هاجبي راه شوية الهضار هاجبي راني نحس به قدامي هنا في الشغل يبان لي بها كشغل بان لي وني في درت فيه كارت هذاك الشغل غلك يا حبست الدم ودرت غادي ما نرقصش على قدام العالم وهذا الناس اللي هذا الاستاذ اللي دار كيما نقولوا الله يهديه. الناس ما تعرفش هذه البطاقة تاعه، يعني باش نقول لكم الحقيقة السيد هذا في العشرية السوداء حارب الإرهاب وكان يعني فوت 4 سنوات في الجيش الوطني الشعبي ودار تندوف ودار بيدو في سيدي بلعباس ودار غليزان ومستغالم في هذا المكان في العشرية السوداء. مسكين تعرضت للضرب، ضربوني في الراس في بلعباس للراس بالرصاص وضربوني في غليزان للكرش، أنا مبجوع من كرسي والدولة على بالها طبت على رمي على بالهم وهو راني مقروض من كرعية، بصح الحمد لله دولتنا راه هو مفتخر أنا دولتي مفتخر. دولتي داوتني يعني مفتخر دولتني داوتني وهو الناس تتكلم عليها يا شعب الجزائر. شوف اسمعوا أنا البورطابل تاعي جاي في الناسي. ما تزعفش ما تبكي صاي صاي طفي 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 يا شعب الجزائر فوت لفوا. هذه معليش هذه مجلة الجيش، المجلة اللي غالية علينا وين حضية يعني باستقبال، بس تعرفوا بلي الدولة ما تسمحش ولادها الدولة جامي والجيش الوطني الشعبي ما يسمحش ولادها ليحاربوا الإرهاب. هيا لهنا هو رحنا أبني وهادو كاع لي زورد ميسيو مسكين اللي كان يحارب بهم. زيد كذلك شهادة شرفية غربي مصطفى المواطن الصالح الوطني لأنه كان حاضر بقوة
في واجب وطني مقدس اللي هو الانتخابات الرئاسيه، كذلك يعني كان حاضر باش يشجع المنتخب الوطني. جيت تفرج ها قميص تاع المنتخب الوطني، جيت نصر تستاهل كل خير، تستاهل كل خير، والله لا تستاهل كل خير والله. احنا متعودين على الاستقبال يعني العادات والتقاليد الكرم يعني الجوده، لكن نقول شهادي مع سنة ان نقول يعني هو وكل الامر لله، يعني قال حسبي الله ونعم الوكيل، لكن تبقى قضاء وقدر. نقول يعني الهدره اللي رماه نشوفوا بالقاروره تاع المشروبات نستخروا به، وبارك الله فيكم انتم اللي جيتوا ورديتوا هكذا ذبحتوا له قلبه، راكم رابحين ان شاء الله. وهذا خونا وما نفوتوش باه كان الحال ما نفوتوش، وراه رابح ويبغي يبغي الجيش الوطني ويبغي الجزائر تاعه، وراه في الجزائر تاعه. تابهت انا حقروا بعضنا بعض، لا ماهاش كيما هاك، حنا كاع خاوه، حنا كاع مسلمين، علاه يديروا له كيما يا خويا؟ الله يهديه، وحنا كاع خاوه، حنا كاع مسلمين، الله يهدينا ويهديه. وهذا خويا يحب الجزائر وحنا فاني نحبوا خونا. نطلبوا منك السماح، وهذاك السيد ما يمثلناش، والشباب الجزائري يحبك، والدولة الجزائرية والجيش الوطني الشعبي مفتخر بك واش قدمت للوطن في العشرية السوداء. دموعك غالية علينا، وربي يحفظك ويطول في عمرك، وان شاء الله افتح صفحة جديدة. وراك قمت بعمل جبار في الحملة الانتخابية، وقمت بعمل جبار من اجل تحسيس المواطنين باش يكونوا حاضرين بقوة. انت انسان وطني بامتياز، ربي يحفظك ويعطيك صحتك. ويا الامير عبد القادر خلي شجعان من وراك تردو الاحتلال. يدي ما زمزم، هاك ما زمزم اخويا، هاك يا فلو لازمهم المجاهدين منا تزمهم الشهداء والجنديات والجنود عدة. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.